ورحمة الله وبركاته. متابعين قناة احمد السيد من كل مكان، اهلا بكم. عاملين يا رب دايما تكونوا بخير ان شاء الله. موضوع الفيديو بتاعنا النهاردة عايزين نتكلم عن هو احنا ليه بنجوع الحمام، هنستفيد ايه لما نجوع الحمام. يعني عم احمد ما تخليكاش راجل ظالم الظالم دي روح بتاعت ربنا، بلاش تجوعها كده. بص يا سيد، الفكرة وما فيها بس عشان تبقى فاهم ان احنا ما بنقساش على الطير ده ولا حاجة، احنا بنعمل ده لمصلحته. وهشبهها لك برضو بنفسك، ويمكن انا اتكلمت في النقطة دي قبل كده وبرضو نرجع نتكلم فيها تاني عشان نوضح للناس. تعالى بقى مع بعض نشوف احنا ليه بنجوع الحمام. بصوا يا جماعة، احنا اتكلمنا في النقطة دي قبل كده ونرجع نتكلم فيها تاني. احنا دلوقتي انت لو اتحط قدامك اكل من الصبح لاخر النهار، انت هتاكل كل فترة، بس هتاكل اكل بسيط خالص، مش هتاكل زي ما هجوعك مثلا ان انا اديك وجبة فطار واشيل من قدامك الاكل خالص، ما ارجعش اديك اكل تاني غير في وجبة الغدا. انت اكيد هتبقى جعان زي ما اغلبية الناس بتعمل، ان انت بتفطر بتخرج بتروح شغلك ترجع على الغدا، طبعا اكيد بتبقى جعان فبتاكل وتشبع وبتاخد الغذاء الكامل. يعني كذلك برضو احنا بنطبقها عندنا هنا في الحمام. قدام الحمام الاكل طول النهار، الاكل هيتبهدل، الاكل هيقع عليه حاجات هتلوثه، الفرد هيجي ياكل هيبقى فيه في معدته حاجات هتلوث معدته. فاحنا دلوقتي بنعمل ايه؟ الحمام بيفضل جعان، احنا بنديله وجبة الصبح، الاكل بيخلص قدام عينك وانت واقف وانت بتديله الاكل، بنرجع تاني بنديله وجبة العصر اثناء الغدا بعد ما بتغدى بطلع لهم بديهم وجبة، بيبقى الحمام جعان زي ما انت شايف قدام حضرتك كده. الحمام دلوقتي ياكل يشبع، هو كان جعان طبعا فبياكل بقى ايه اي اكل قدامه بياكله. يعني شويه الاكل، بص شفت الشويه اللي بنرميهم دول كده، دول ما بيفضلش منهم حبايه اهو، دول ما بيفضلش منهم حبايه مهما نرمي وانا معاير لهم. بص الصبح انا بحط واحده ونص من دي. الصبح بحط واحدة ونص من دي، وفي وجبة العصر بنحط واحدة بس، تمام. انا كده الوقت الحمام بتاعي ما بيسيبليش حباية اكل بس على الارض، كل الاكل بتمسح من على الارض، اصبح ان الحمام شبع، الحمام اكل زغلله كويس، تمام خلاص بقى هما كده الحمام شبعان وكله تمام، اكن انت كده اتعشيت وكله تمام، بتستنى بقى وجبة اليوم اللي بعد. وكذلك احنا ماشيين على نفس الريتم مع الحمام، والحمد لله هنوريكم برضو الزغلين دلوقتي عندنا عاملة ايه على نفس نظام الغذاء اللي انا بقول عليه ده، ما غيرتش فيه اي حاجة خالص. هتبص برضو الزغلين، وملحوظة يعني انا لو مجوع الحمام مش هتلاقي الزغلول بالحجم اللي قدامك ده. تعال بصوا يا جماعة الزغلين بتاعتنا عاملة ازاي، حاجة بسم الله ما شاء الله، الزغاليل كلها ما شاء الله. احنا بقى لو مجوعين الحمام زي ما اغلب الناس ممكن يقول، طالما انت ما بتسيبش الاكل قدامه طول النهار ما كانش الزغلول طلع معانا كده، بل بالعكس انت لو سايب الاكل قدامه طول النهار ممكن ما توصلش من الحجم ده للزغلول. الطريقه دي يا جماعه تضمن ان حمامك يفضل بصحه جيده 100%. احنا ماشيين على الطريقه دي الحمد لله من اول ما بدانا الهوايه، والحمد لله الحمام قدام حضراتكم اهو شفتوه مفيش فيه اي حاجه. طبعا ما بقولكش ان الطريقه دي بتمنع الامراض بتمنع الكلام ده كله، لا طبعا دي روح. وانت برضو كانسان انت مهما عملت مهما حصنت نفسك مهما قفلت شبابيك بيتك برضو انت مفيش حد ما بيتعبش، بس احنا طبعا ربنا بيقول ايه خدوا بالاسباب، فاحنا بنعمل اللي علينا والباقي طبعا على ربنا. فانا ما باكدلكش 100% ان الطريقه دي هي الطريقه الصح، انا بقول لك عن تجربتي انا الطريقه دي انا ماشي عليها من زمان، ان انا بجوع حمامي الاكل ما ينفعش خالص، ممنوع عندي منعا باتا ان الاكل يفضل قدام الحمام 24 ساعه، انا برفض الطريقه دي تماما خالص. الاكل هو الساعه 8 الصبح بطلع الحمام قبل ما بروح شغلي، بطلع بحط لهم الاكل، اكل وميه وكله تمام خلاص، الاكل بيخلص قدام عيني وانا واقف، ما ينفعش اسيب اي اكل خالص. انا بحدد لهم الكميه اللي هي تناسبهم اللي هي تشبعهم، في نفس الوقت ما يبقاش منها حاجه. لو دخلت بحثت على جوجل
الفرد بياكل 50 جرام، فرد الحمام الغذاء بتاعه 50 جرام. انت بقى احسبها زي ما تحسبها، وعلى حسب برضو صحة حمامك، على حسب انت ممشيها ازاي مع حمامك، انت ادرى واحد بده، لان الحاجة دي قدامك انت، انت اللي شايفها مش انا اللي شايفها، وكل واحد طبعا ادرى بالحاجة اللي عنده. احنا بنمشيها طبعا وجبة الصبح ووجبة العصر، وساعات كنت بمشيها وجبة واحدة بس في اليوم، بس طبعا دلوقتي طالما احنا في عندنا زغليل فانا لازم امشيها وجبتين عشان الزغلول برضو يعرف يتغذى، الزغلول يطلع معايا حلو، سواء هبيعه يشرفني واعرف امسك فيه سعر، مش هبيعه هربيه برضو الزغلول يبقى طالع صحته حلوه، لان لازم تهتم اهم حاجه بالاساس، اساس الزغلول. اساس الزغلول لو بقى حلو فرد يكمل معاك ويكبر يبقى صحته حلوه، يجيب لك بعد كده زغليل بصحتها حلوه. فهي الامور كلها متعلقه ببعضها، فانت لازم تهتم من الاول عشان دي هتبقى على مدار السلاله معاك، مدار سلالتك كلها هتمشي على نفس البنى اللي انت بتبنيه. لو بنيت حاجه ضعيفه يبقى انت كده حكمت على سلالتك اللي هي تفضل ماشيه بالريتم الضعيف. بنيت حاجه بسم الله ما شاء الله، اهتميت علاجات فيتاميناتك، كالسيوم، احماض امينيه، بالجروفيد، عندنا فيديو برضو بنتكلم فيه عن الجروفيد، وهنعمل لسه برضو جزء تاني نشرح فيه الجروفيد اكتر للناس. فانت تهتم احماض امينيه من الجروفيد، كالسيوماتك، علاجاتك، تتابع حمامك قدام عينك، حاجه جالها برد اعزل بسرعه وابدا عالج، ما تسيبش الحمام وسط بعض، ما تكبرش دماغك، هتكبر دماغك يبقى ما تدورش على حمام كويس. هتهتم هتلاقي، وربنا بيقول لك اسعى عبد ونسعى معاك، ما تقوليش ده حمام ده ماله ومال الحاجات التانية، الحاجات التانية دي في الشغل او في الكلام ده، لا هو طبعا خلينا انا مربي حمام وواحد تاني مربي، انت طلعت مثلا تنظف وظبطت حمامك تعبت فيه بمعنى اصح، هو مريح دماغه خالص، فطبعا مش هيكون ليك نفس الجزاء، مش هتلاقي نفس النتيجة، مش هتبقى انت طبعا عمرك ما تتقارن بيه. طبعا ملناش دعوة مش في الحمام بس، لا في كل حاجة في حياتك عموما. يعني احنا يمكن المحتوى بتاعنا عن الحمام بس، هو نفس الطريقة اللي بنتخذها مع الحمام هي نفس الطريقة اللي انت، نفس طرق كتير انت بتتعامل معاها انت في حياتك. يعني انت في حياتك لو تعبت في شغلك هتلاقي، في حمامك برضو انت لو تعبت مع الحمام واهتميت بيه هتلاقي، يعني هي الامور كلها متعلقة ببعضها. فطبعا احنا ربنا يقدرنا ونقدر نفيد اكبر عدد من الناس. طبعا ما تنسناش بلايك للفيديو واشتراك في القناة، اي حاجة عايز تسأل عنها، اي استفسار، احنا تحت امرك، تواصل معنا على القناة ان شاء الله نرد عليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Audio Jungle.